ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. شوف حتى ولو كنت يعني تحافظ على الصلاة في وقتها وكثير النظر في كتاب الله سبحانه وتعالى، وحتى ولو صمت شعبان كله، ومع ذلك هناك هجران بينك وبين واحد من الناس، سواء من أقاربك وأرحامك هنا أو في بلدك الأصلي، سواء بينك وبين أحد من إخوانك وأصدقائك، فلن يرفع لك عمل. يعني الأمور واضحة نقية، واضحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الإسلام ليس دين طقوس، وإنما هو دين يتفقد العلاقة بينك وبين الله عز وجل، ويتفقد العلاقة بينك وبين الناس. ليس عندنا مجرد طقوس تؤدى أو مجرد حركات رياضية تؤدى في الصلوات وينتهى الأمر، وإنما ما يعني ما فائدة وما ثمرات هذه العبادات على قلبك، هذا هو ما يريده الإسلام.